نبدا بخبر البترول. وزير البترول المهندس شريف اسماعيل اعلن عن سداد دفعه جديده 2.2 مليار ومليون دولار من حصص المستثمرين الاجانب والشركات الاجنبيه. في 350 مليون فقط راحوا لبي جي بريتش جاز، في 60 راحوا لدينا للبترول وهي الشركة الإماراتية، وفي شركات أخرى كثيرة توزع عليهم هذا الرقم. إحنا دي ثالث مرة مصر بتسدد دفعة من الدفعات للشركاء الأجانب، شركاء من الشركات الأجنبية. عندنا كان في دفعة في 1.5 مليار في ديسمبر 2013، دفعة تانية مليار و400 مليون في أكتوبر 2014، ودي الدفعة الثالثة. كده يبقى الفاضل حوالي باقي حوالي 3 مليار دولار. ليه بنسدد هذه الدفعات؟ أولا دي فلوس علينا، فلوس متراكمة مديونيات على الحكومة المصرية. ثانيا إن الشركات دي مش هتساهم في التنقيب على النفط، مش يعني تقدر تستخرج نفط جديد أو غاز جديد دون أن تسدد لها مستحقاتها. تقول لك انا هشتغل ليه؟ مهم جدا ان احنا نسدد هذه المستحقات حتى لو كنا في ازمه ماليه، ولكن حتى ان احنا نساعد هذه الشركات على مزيد من التنقيب. طبعا في شركات الحقيقه تعثرت، يعني في شركات ما بتقدرش تصدر الغاز زي ايدكو مثلا. ايدكو كانت شركه بتصدر عدد كبير من الشحنات للغاز، دلوقتي ما بتقدرش تصدر لانه معظم الغاز بيستهلك في الاستهلاك المحلي او بيستخدم في الاستهلاك المحلي.